اللي يمكن بنسمعها من زمان جدا، واللي يمكن الأطباء والدكاترة والزملاء شرحوها كتير جدا. خليني النهاردة أتكلم عنها بشوية من الأسئلة المنطقية. حضرتك تقصد بإيه حفظ النظر؟ لو تقصد إنك أنت نظرك سليم ومش محتاج تلبس نظارة وقادر تشوف 6/6، يعني نظرك الحمد لله 100% سليم، وعايز تلبس نظارة علشان يفضل نظرك طول الوقت سليم وما يتغيرش ولا يضعف، ده مش وظيفة النظارة. ولو تقصد ان حضرتك او حضرتك لابسة نظارة وشايفة بيها كويس بس مش عايزة مقاسها يتغير وعايزة يفضل زي ما هو ونظرك ما يضعفش اكتر من كده، برضو ده مش وظيفة النظارة. النظارة وظيفتها ان هي اما تصحح نظرك وتخليك تشوف 6/6، او ان هي بيكون فيها حماية لعينك اما من الاشعة الضارة زي اليو في او زي شدة الضوء العالية او زي اشعة الشمس او اي نوع حماية للعين، حتى مش بس من الاشعة، كمان من الصدمات او من اي حاجة ممكن تكون تيجي في عينك او تخبط عينك النظارة تحميك منها. يبقى النظارة بتخليك تشوف كويس لو انت محتاج تشوف كويس وعندك مشكلة في النظر، او بتحمي عينك. ان احنا نعمل نظارة انتي ريفليكشن عادية خالص ما فيهاش اي مقاسات ونقول دي اسمها حفظ نظر، دي مقولة خاطئة وده مفهوم خاطئ كليا. لان زي ما شرحت قبل كده في فيديو سابق عن الانتي ريفليكشن، الانتي ريفليكشن ما فيش فيه اي حماية. الحماية في العدسة لو فيها اليو في بروتكشن او لو فيها حماية من الضوء الشديد او الضوء الازرق. اذا عايز تحافظ على نظرك ما تلبسش بلبس النظارة. الحفاظ على النظر اولا واخيرا هو حفاظ على صحة الجسم، حفاظ على حياتك بصفة عامة كاسلوب نوم وصحيان، كاكل وشرب، كرياضة من عدمه، كإجهاد من راحة، كل الحاجات دي بتأثر. كمان في تأثيرات طبيعية من غير ما تتدخل فيها زي السن. الطفل اللي بيتولد نظره سليم ويجي عند سن المدرسة يحتاج يلبس نظارة، ده حصل تغييرات في عينه نتيجة ان هو كبر في السن، نتيجة ان عينه اتغيرت اما حجمها واما قوتها واحتاج يلبس نظارة. من بعد كده الطفل دوت بيفضل يستخدم النظارة. الشخص اللي ما كانش بيلبس نظارة طول الوقت ولما وصل الجامعة اكتشف انه محتاج يلبس نظارة، ده كمان اتعرض لحاجة طبيعية اللي هي ان عينه نفسها او مقاسها او قوة العين اتغيرت مع العمر. طب ليه اتغيرت؟ في اسباب كتير، ممكن تكون اسلوب حياته كان بيساعد التغيير السريع ده، وممكن يكون من غير ما يعمل اي حاجة غلط هو جسمه او عينه عندها القابلية انه يحصل فيها الخطأ الانكساري وانه بقى محتاج يلبس نظارة. ولو افترضنا ان حضرتك الحمد لله او حضرتك من ساعة الطفولة لغاية لما وصلت 40 سنة مش محتاجين تلبسوا نظارة، فمن بعد الاربعينات بيحصل تغير طبيعي جدا في العين له علاقة بالتكيف البصري على رؤية الحاجات القريبة، يعني انك انت تبقى قادر تشوف بعيد بس لما تيجي تقرا تحس ان الرؤية مش واضحة قوي وانك بتاخد مجهود عشان تعرف تقرا. وده برضه تغير طبيعي في الجسم، ملوش علاقة بانك تحافظ على نظرك او انك معرفتش تحافظ عليه او انك ضيعت نظرك في الموبايل او اي شيء تاني. اذا النظر بيتغير بشكل طبيعي، اما تغير للضعف واما تغير بالنسبة حاجة طبيعية للجسم او للعين مع العمر. مفيش حاجة اسمها حفظ النظر، لكن في حاجة اسمها ان احنا نحافظ على صحتنا، نحافظ على عينينا بصفة عامة، نلبس نظارة لو محتاجين نلبسها، نراجع على كشف النظارة لو كل سنة على الأقل مرة حتى لو بنشوف بيها كويس عشان نطمن. أتمنى أكون فدتكم.